طيب ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ خلونا نكمل الاستاك. كان عندنا في شيت الاستاك احنا خلصنا كل الامبلمنتيشن ليفل، هنبتدي دلوقتي في اليوزر ليفل. اول حاجه طالبها منك هنا وبيقولك عايز فانكشن ريتيرن الفيرست اليمنت اللي داخل في الاستاك، تاني حاجه ريتيرن كوبي من اللاست اليمنت اللي داخل في الاستاك. كوبي هنا يعني اللي هو ياخد منه نسخه بس، مش يعمل له يعني انا خلاص خدت النسخه. طب لما اجي اعمل بوب بقى يطلع لي هو تاني، هو ما اتشالش اصلا من الستاك، انا يا دوبك خدته منه كوبي. بعديها عندك ديستروي الستاك، ده يخليها فاضيه خالص ترجع تاني من الاول. فانكشن تو كوبي ستاك تو انذر، ناخدها نحطها في ستاك تانية. ريتيرن السايز بتاعت الستاك، واخر حاجه هنا فانكشن تو برنت on the screen الحاجة اللي موجودة جوه الستاك، وزودت changing the stack نفسها. ده طبعا user level، بس هنا بيقولك why this function should not be written in the implementation level. انت دلوقتي دي اللي هي هتبقى traverse، اللي هي ال function بتاعت traverse. هيحتاج منك انك يبقى عندك حاجتين، اول حاجة المعلومة اللي عند ال user اللي هي ايه هو اساسا نوع الداتا اللي هو هيحطها، سواء بقى استراكت جواها كذا حاجة ولا هتبقى انتري، او الانتري ديت اللي انت عاملها مثلا تشار او انتجر او اي حاجة زي ما هو عارف ايا كان. ومن ناحية تانية الامبلمنتيشن او الامبلمنتر هو اللي فاهم ازاي يمشي على الاستاك ديت واحدة واحدة، فدي بتبقى ميكس ما بين الاتنين، فخلونا نمشيها واحدة واحدة. طيب اول حاجه احنا هنتعامل عندنا في الستاك دوت سي اللي هو الفانكشنز العاديه. هو لما يقول لك يوزر ليفل يبقى هو كده طالب منك تستخدم الفانكشنز العاديه اللي هي الكرييت والبوش والبوب، الستاك امبتي والستاك فول، الترافيرس خليها في الاخر. طيب فهو لما يطلب منك يوزر ليفل انت دلوقتي هتستخدم الفانكشنز دولت بس، مش هتستخدم اي فانكشن تاني. طبعا موجودين في الهيدر زي ما عملنا الفيديو اللي فات واللي قبله ازاي نعمل الامبلمنتيشن بتاعه. طيب اول حاجه هنا في المين انا عرفت عندي ستاك اسمه اس، وانتري تايب اللي هو اللي انا هتعامل بيه، التايب اللي انا هتعامل بيها سميته ايتم، وعملت له انت تشوز الاختيار اللي هو هيختاره. كريت الستاك عادي جدا، وبعديها باخد منه التشوز اللي هو عايزه، وده خليه دلوقتي ده هنحتاجه في الكوبي. تمام، اول حاجه بقول له ان اللي تشوز ما يساويش زيرو، عشان لو سوى زيرو يطلع بره الوايل خلاص، وده اخر كونديشن موجود عندي هنا. اللي هو لو ده زيرو خلاص يأكزت. تمام ماشي، نرجع تاني. يبقى اول حاجة عندك هنا انت بتبوش element، ده الطبيعي بتاعنا عادي. تاني حاجة بتعمل pop element، ده برضو الطبيعي بتاعنا عادي. نبتدي بقى من اول هنا. اول حاجة احنا عايزين نرتن ال first element اللي موجود في ال stack. ال first element دوت اللي هو زي ما مثلا اتعودنا احنا هنعمل كده، دي ال stack بتاعتنا. ده كده الفيرست اليمنت اللي موجود هنا، ده كده اول حاجه دخلت في الستاك، فهو عايز الترن ده. طيب تعالوا نرن كده ونشوف ايه اللي هيحصل، او ناخد الكود الاول. طيب انا هنا بقول له ايه؟ بقول له وايل ان الستاك نوت امبتي، يعني طول ما الستاك مش فاضيه فيها اليمنتس يعني يفضل يبوب. هو هنا طبعا في السؤال قال لي ما قاليش without changing the stack، ف عادي انت كده كده هتفضيها، تفضل تفضي فيها لغاية لما تمسك اول element موجود عندك. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت عندك هنا لو مثلا هنا في حاجة وهنا في element وهنا كمان element وهنا كمان element، لو التوب عندك هنا يبقى انت تفضل تبوب، فينزل على اللي تحتيه ياخده، ده بقى فاضي خلاص، يبوب ياخد على اللي تحتيه وده يبقى فاضي، وهكذا. فيفضل ينزل لغاية لما يمسك ده خلاص يتعمل له بوب، والتوب عندي يبقى هنا عند الزيرو. تمام، يبقى انا كده ده الفيرست اليمنت بتاعي، ودي اخر بوب اتعملت في الستاك كلها. فانا كده بقول له اعمل بوب لكل الاليمنتس اللي موجوده عندك في الستاك،
وخلاص كده اخر ستاك، اخر element انت مسكته اللي هو فعليا اول ستاك عشان هي بتبقى معكوسة في الستاك طبعا، اطبعهولي. فلو قلت له مثلا هنا هعمل بوش، مثلا عملت بوش للاكس، بوش للسي، بوش للفي، بوش للبي، دلوقتي عايزه يريتيرن الفيرست element اللي موجود في الستاك. فيرست element يو انترد هيبقى رقم كام؟ رقم 3. فكده هو جاب لي الاكس. طب انا دلوقتي لو جيت اعمل له بوب هيقول لي الستاك امتي، ليه؟ علشان هو شال كل اللي موجود، فضل يشيل البي، شال اللي بعديها الفي، بعديها السي، ووصل للاكس، شالها وحفظها عنده خلاص في الايتم اللي انا اللي هو بياخد منه الفاليو. فبعد ما احفظها عنده في الايتم ديت انا قمت طابعها، فكده خلاص بالنسبه له الستاك فاضيه، مش هيعرف يعمل بوب. فده طبعا علشان هو طلب، او عشان هو ما طلبش ان هو الستاك تفضل زي ما هي او without changing. لو كان طلب كنا هنعملها عادي. طيب دي كده اول فانكشن عندنا. تاني فانكشن بيقول لك print a copy of the last element in the stack. هنا معناه ان هو عايز ياخد كوبي من الاليمنت اللي هيبقى اخر ما اخر اليمنت موجود، يعني اللي هو مثلا نعتبره ده، ياخد منه كوبي بس ما يعملوش بوب فعليا. بمعنى ان انا خدت هنا كوبي يعني خدت خلاص طلع عندي وبقى موجود، عرفت برينته، بس لما اجي اعمل بوب يطلع لي هو هو تاني علشان انا فعليا ما عملتلوش بوب، فتشال من عندي من الستاك. فانا هنا بقول له ايه؟ وايل ان الستاك ديت نوت امبتي، بوب اول اليمنت بس تمام، وبعد كده اطبعهولي. بمعنى ايه؟ ان انا عملت بوب لاول اليمنت موجود عندي اللي هو المفروض يبقى ده، وبعد كده طبعته، قلت له الكوبي اللي انت عايزها اهي. طيب بعدين اول ما انا عملت كوبي للموضوع ده خلاص كده خدتها، قمت واخد قمت واخد اخر اليمنت اللي انا خدته دوت اللي هو سايب مثلا هنا واي، الواي ديت انا خدتها خلاص وطبعتها بره تمام، اتشالت من الستاك. طيب عايز ارجعها تاني، وانا كده كده لو رجعتها ترجع فوق، هترجع في المكان ده تاني عشان الستاك بتفضل تحط فوق بعض عكس الكيو، الكيو بيتحط في الاخر. فهنا ديت لو كانت كيو مش هينفع، لو انا عملت لها دي كيو لما اجي اعمل لها ان كيو هتوصل في الاخر خالص، مش هتبقى في مكانها الاساسي. انما هنا عادي عملت بوب لدي، عملت لها بوش تاني هترجع تاني في نفس المكان. طيب انا بقول له اول ما تاخد الاليمنت اللي انت اللي انا حطيتها دي، اللي هي اخر اليمنت موجود في الستاك، بعد ما تاخدها وتطبعها حطها لي تاني في نفس المكان. تعالى كده نجرب. انا عملت بوش عايز اعمل كوبي من اللاست اليمنت، فاقول له 4، جاب لي اللاست اليمنت اللي انا دخلته فعليا اللي هو البي تمام. الواحد اللي انا بحطها هنا ديت ان انا بقول له التشوز بتاعي، التشوز بتاعي هنا بوش، فانا بقول له بوش البي، هنا بقول له بوش الفي، بوش السي، بوش الاكس، وهكذا. فلما اخترت التشوز رقم 4 اللي هو كوبي ذا لاست اليمنت خلاص كده هو عمل لي طلع لي البي. طيب لما انا دلوقتي المفروض اجي اعمل بوب، المفروض يمشي تمام عادي ويطلع لي البي تاني علشان هي فعليا ما طلعتش. فانا دلوقتي عملت البوب خلاص طلع لي البي تاني. طيب بوب تاني هيطلع لي الفي، بعديها السي، بعديها الاكس، بعديها هيقول لي ايه؟ الستاك امتي. طيب تمام نكمل على الفانكشن اللي بعديها او السؤال اللي بعده. بيقول لك عايز يديستروي الستاك. طب عشان ادستروي الستاك لو انا كنت في الامبلمنتيشن ليفل كنت هعمل نفس الكلام اللي بيتعمل في الكريت، هساوي بس التوب بزيرو. طب لو انا عايز اعملها في اليوزر نفس الكلام، بس من ناحية اليوزر بقى هو ما يعرفش حاجة اسمها توب. انا هقول له هنا ان انت افضل فضيلي في التوب لغاية لما تبقى توصل امبتي، افضل فضيلي في الستاك لغاية لما توصل امبتي. يعني انا هعمل بوب لاول ايتم، تاني ايتم، تالت ايتم، لغاية لما اوصل ايه؟ لغاية الزيرو. يعني انا شلت ده وده 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 كمان، كده انا خلاص فضيت الستاك. فانا خلاص عملت لها ديستروي، هي فعلا فضيت. انا اول ما اجي احط حاجة تانية هتقوم محطوطة لي هنا علشان التوب بقى عندي هنا فعلا تمام. نفضي الكلام ده شوية ماشي. تعالوا نرن ونجرب نفس الكلام. لو انا قلت له destroy the stack خلاص كده المفروض الستاك فاضية، فانا لما اجي اعمل بوب هيقول الستاك بتاعتي امتي، هي فعليا ما فيهاش حاجة. طيب الفانكشن اللي بعديها copy stack to another. هنا بقى انا المفروض
هاخد اللي انا عملته ده، الاستاك اللي موجود عندي، اعمل له بوب واحد واحد. كل واحد انا هعمل له بوب، هعمل له بوش فين؟ في تمبرري ستاك تانية. طب ليه؟ علشان انا اول ما هاخد من هنا مثلا، ادي ستاك تانية عندي، دي مثلا الاس بتاعتي ودي التم، وعندي واحدة كمان اللي هي الكابي. طيب انا دلوقتي هاخد ده، اول ما اعمل له بوب هيقوم رايح فين؟ هيقوم نازل تحت هنا. اول ما اعمل له بوش في التم هيقوم نازل تحت. طيب اللي بعده ده هعمل له بوب من هنا من الاس، هحط بوش في التمب هيقوم محطوط فوقيه. اللي بعده ده هعمل له بوب من الاس، هحط بوش هيقوم محطوط فوقيه. ده برضو بوب من هنا هيروح بوش هنا، نفس الكلام، ده بوب هنا هيروح بوش هنا. طيب دلوقتي انا حطيتها بس اتحطت بالمقلوب، فانا كده يعتبر انا ما عملتش كوبي للاستاك ديت. طيب اعمل ايه؟ اقوم واخد اللي موجود هنا بوب وحطه بوش هنا، ده بوب هيتحط فوقيه بوش هنا، بوب هيتحط فوقيه هنا، بوب هيتحط فوقيه هنا، بوب هيتحط فوقيه هنا. فأنا كده رجعت للشكل الأصلي بتاع الستاك اللي هو الاس. فكده اللي موجود في الكوبي هو فعليا اللي موجود في الاس، يعني بالظبط كأنك عكست العكس. يعني أنا هنا عكست دولت كده كلهم، اتحطوا هنا بالعكس. طيب لما ناخد العكس ده وعكسه هيرجع للأصل بتاعه، زي موضوع النفي، النفي إثبات. أنا نفيت اللي هنا ده كده حطيته هنا، طيب خدت اللي أنا حطيته هنا دوت ونفيته مرة تانية هيقوم محطوط لهنا واتثبت، يعني رجع زي ما كان. أتمنى تكونوا فهمتوها. يعني ممكن أحاول أعملها بأرقام عشان تبقى أحسن شوية. المهم ان انت تكون فاهم الفكرة. يعني انا مثلا هنا حطيت 11 12 13، او خليها حروف بلاش ارقام، اكس واي زد اي بي مثلا. طيب اول حاجة انا هاخد ده احطه هنا، فهنا هيبقى بي، وزي ما قلت لكم كل واحد هيتحط فوقيه هيبقى اي زد واي اكس. ده كده عكس اللي موجود هنا. طيب انا عايز اخد دول احطهم هنا تاني، فاقوم واخد ده هيجي هنا اكس، اللي بعده هيبقى فوقيه واي زد اي بي. فاللي موجود هنا في الكوبي هو نفسه اللي موجود هنا في الستاك الاصليه بتاعتي. فانا كده فعليا عملت لها كوبي فين؟ في اليوزر ليفل. فانا اول حاجه بمسك بتاعت اللي موجوده الاصليه عندي اللي هي الاس، اعمل بوب لكل element فيها وهبوشه فين؟ في التم. تمام. بعد ما اعمل له بوش في التمب، بعد ما اعمل له بوش في التمب امسك بعديها الاستاك التانية اللي اسمها تمب ديت، اقوم عامل منها بوب واعمل بوش تاني فين؟ في الاس وفي الكوبي. طب انا ليه عملت في الاس؟ عشان انا اول مرة هنا انا خلاص عملت لها كوبي، كل مرة كنت بعمل منها بوب ده كان بيروح، راح مني خلاص. فالاستاك الاصلية عندي بقت فاضية. لو تشوف هنا بيقول لك ايه from، يعني هو عايزها من غير ما تتغير، يعني الاستاك الاولانيه ما تروحش مني، وانا مش هستفيد حاجه ان انا اعمل لها كوبي والاستاك الاولانيه راحت مني. او انت كده ممكن تكون عملت لها موف وخلاص، فهو عايزها تفضل زي ما هي. فانا بقى عند التمب هنا زي ما انا هاخد دولت واحطهم هيرجعوا بنفس الترتيب، هحطهم هنا برضو كمان، يعني الاكس ديت هترجع لي هنا تاني، فوقيها الواي، فوقيها الزد، فوقيها الاي، فوقيها البي، كده رجعت تاني زي ما كانت. طيب نكمل. دي كده الستاك كوبي. طيب تعالوا نجرب. لو انا مثلا عملت اكس سي في بي، دخلت اربع حاجات، اختار التشوز رقم 6 كوبي ستاك تو انذر، كده خلاص انا عملت لها كوبي. فهقول له ان انا عايز اعمل بوب من الكوبي. طيب
دي الفانكشن اللي بعديها انا اعملها. لو انا عايز اعمل بوش في الكوبي هتبقى بوش عادية جدا، بس طبعا هنا مش هيبقى ادرس الاس، لا هيبقى ادرس الكوبي. وبوب نفس الكلام، بوب العادية بتاعتنا، بس بدل ما هي هتبقى بوب في الاس هتبقى بوب في الكوبي، فده ما فيهوش جديد. طيب نكمل. فدلوقتي انا الستاك الاصلية عندي اتعمل لها كوبي في ستاك تانية. طب انا عايز اتأكد، فانا هعمل بوب من الستاك الاصلية وبرضه هعمل بوب من الستاك ايه اللي معمول لها كوبي. فانا مثلا عملت بوب من الاصلية اللي هو رقم 2، خلاص البي راحت والفي راحت والسي راحت والاكس راحت، هاجي اعمل هيقول لي ستاك امتي. طيب عايزين دلوقتي نعمل بوب من الكوبي رقم 8، هاجي اعمل هيطلع لي البي بعديها الفي بعديها السي بعديها الاكس عادي جدا عشان هي كده كده اتعمل لها كوبي خلاص. اخر حاجة اعمل لها هيقول لي ان الستاك امتي. طيب تمام خلاص، نخش على السؤال اللي بعده. انا حاولت انجز، يعني بحاول انجز في الاسئلة علشان الفيديو ما يبقاش طويل وما عندناش وقت يعني. طيب كده احنا خلصنا دي كوبي ستاك تو انذر، رايت فانكشن ريتيرن السايز بتاعت الستاك،